الخبير ساره بوزيان. اليوم جيتكم بوصفه تاع بسبوسه، بما انه رانا على ابواب شهر رمضان الكريم، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه ولهنا. جبت لكم واحد الوصفه سهله وناجحه 1000% بكريمه الليمون او البرتقالي، سما كيما نقولوا كيما تحبوا ديروها. دوك نجوزوا مباشره على بركه الله للمقادير. البوسه هذه فيها 3 مراحل، نبداو بالمرحله الاولى هي الشربات. عندي في الشربات زوج كيسان وربع سكر، زوج كيسان ماء، وشرائح ليمون كيما راهو موضح هنايا. نديروا الشربات تاعنا هي الاولى اللي طيب، المكسرونه ديالي نحط فيها السكر هو الاول اللي قلت لكم عليه، زوج كيسان وربع تاع السكر باش ما تجيكم الشربات تاعكم فيها البنه تاع الماء. بسم الله، نزيدوا الكاس الثاني تاع الماء، ونزيدوا هنا شرائح الليمون اللي يكونوا نحينا منهم العظام، علاش؟ باش ما يطلقوناش المروريه. دوك نحطها فوق النار، نخلطها نحطها فوق النار، نحسب لها 10 دقائق بعد ما تغلي ونطفي عليها. حطينا الشربات تاعنا طيب، بعد كي تغلي نحسبوا لها 10 دقائق ونطفيوا عليها كما قلت لكم. دوك هنا نجوزوا المقادير البسبوسه. البسبوسه واش عندي هنا؟ عندي كاس زيت، عندي كاس كاوكاو محمص ومرحي هنا شويه خشين، عندي كاس سكر، عندي كاس خبز يابس مرحي هنا اللي هي لا شابلور، ولا عندكم كرواسون ولا بريوش ثاني يابسين ارحيوهم وخدموا بهم هاد البسبوسه. عندي كاس بيض، عندي هاد الفنجان تاع قهوه حليب عمرت فيه حليب بارد، وعندي هنا ثاني نواه كوكو، عندي زوج باكيات خميره وقرصا ملح. دوك حنا نجوزو مباشره على بركه الله طريقه التحضير. اول حاجه نبدا بها هي نجيبو غيسيبيون تاعنا هنايا، نحطو فيه البيض هو الاول. بسم الله، كي قلت لكم كي لابيض يسمى تحكمو كاس تفقسو فيه البيض حتى يتعمر. نجيبو السكر تاعنا اللي هو كاس، ندير القرصه تاع الملح، ونبداو هنا نخلطو حتى يندمج السكر مع البيض مليح. بعد ما ندمج لي البيض مع السكر والقرصه تاع الملح، نضيفو هنا الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخلط. بسم الله، هنا نستمرو في الخلط حتى يتخلط الزيت مليح مع البيض والسكر. نضيفو الحليب، يسمى هنا بدينا بالسوائل. بسم الله، حليب قلت لكم بارد. بعد ما ندمج لي كامل السوائل مع بعضاهم، نضيفوا هنا الكاس تاع الكوكاو اللي قلت لكم محمص ومرحي. شوفوا كيفاش هاني رحياته هنا شويه خشين. نضيف ثاني الخبز يابس ومرحي لا شابلور، نزيد نضيف هنا نواه كوكو. سما نضيفوا كل شيء مع بعض، علاش قلت لكم بسبوسه سهله في التحضير. ونضيف هنا زوج باكيات تاع خميره تاع الحلوه لا ليفور شيميك، انا هنا لافاني تعودتوا معايا نضيفها دائما في الاخير بعد ما نخلط كامل المكونات. بعد ما خلطت المكونات كامل مع بعض كيما راه موضح هنا، جاتني شويه خفيفه، هنا راح نزيد لها تقريبا نص كاس كيما راه موضح هنا تاع لا شابلو خبز يابس. نضيف معاه لافاني. لافاني علاش تضيفوها في الاخير؟ باش تبقى محافظه لكم على النكهه تاعها، وانا تعودتوا معايا هنا نحب لافاني السائله. هاد الشيء يرجع لكم، تحبوا ديروا بودر ديروا بودر، المهم نكهوا البسبوسه تاعكم باي عطر تحبوه. بعد ما خلطت المكونات كامل مع بعض تحصلت على هاد النتيجة كيما راهي موضحة قدامكم، هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه للبسبوسة هذه. ما كي تشوفوه خفيف زيدوا له شويه خبز يابس، يعني كيما نقولوا ما فيها باس، راح تتحصلوا على نتيجة مليحة. هنا جبت المول ديالي دهنته بشوية مارغارين عفوا، نفرغوا فيه كامل الخليط هذا. البسبوسة تاعنا هذه تطيب على نار متوسطة باش تطيب لنا بالقانة ونتحصلوا على نتيجة مليحة. هاي ليك النتيجة اللي تحصلت عليها. بعد ما فرغتها كامل في المول ندخلوها طيب كيما قلت لكم على نار متوسطه، ونجوزوا للمرحله الثالثه اللي هي كريمه البرتقال او كريمه الليمون على حسب ما يحبوا افراد العائله. حطينا البسبوسه تاعنا طيب على نار متوسطه، احنا نجوزوا لكريمه البرتقال. انا هنا درت اميلونج بين القارص والبرتقال والتشينا، درت اميلونج تحصلت على كاس. هنايا عندي كاس ماء، عندي كاس سكر، عندي زوج مغارف مايزينا، عندي مغرف كبيره زبده، وعندي اي عطر تحبوه. انا هنا راح ندير عطر الليمون.
بالنسبة لكريمة الليمون هذه، هذه بدون بيض، يسمى أي إنسان عنده حساسية تجاه البيض هذه الكريمة بإذن الله تعالى راح توالمه، والوصفة تاعها ناجحة 1000%. دوك احنا نجيب كسرونة ديالنا اللي راح نديروا فيها هذه الكريمة تاع الليمون. نجيب كسرونة ديالي، نحط فيها الكاس تاع الماء، بسم الله، نحط فيها الكاس تاع البرتقال اللي درناه بعد كي عصرتهم صفيتهم باش نتحصل على نتيجه مليحه. نضيف الكاس تاع السكر، هنا بالنسبه للحلاوه كل واحد كيفاش يحب، تحبوا تضيفوا اكثر تنجموا ديروا كاس ونص تاع السكر، انا هنا كاس يكفيني باسكو البسبوسه تاعنا هنا راح تكون حلوه بزاف. ندير هنا زوج مغارف تاع لا مايزينا، المغرف الاولى وهذه المغرف الثانيه، هنا نخلطوا بارد في بارد. بالنسبه للعطر نخلوه في الاخير باش نضيفوه هو والزبده. دوك نخلط هاد لي زانغغيديون كامل مع بعض مادام هم باردين، ونحط فوق النار حتى يتقلي الخليط ديالي. هنا بعد ما طابت لي كريمه الليمون هذه هي النتيجه اللي راح نتحصلوا عليها. هنا واش ندير، هنا نحكم المغارين اللي ذكرتها لكم في الاول، مغرف كبيره معمره، ونضيف المعطر اللي قلت لكم تاع الليمون. هنا تعطروها، تحبوا بمبشور الليمون، عفوا تحبوا بمبشور الليمون ولا بلافاني دوق ليمون، لافاني السائله. هنا نخلطوا كامل هذه المكونات مع بعض ونغطوها حتى طيب لنا البسبوسه تاعنا، نديروا لها الشربات ونفرغوا عليها كريمه الليمون اللي هذه وجدناها مع بعض. عفوا شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها، يعني ما شاء الله كريمه ليمون بدون بيض او كريمه برتقال بدون بيض راح تتحصلوا على نتيجه بزاف مليحه، المذاق تاعها روعه وما فيهاش كامل ريحه البيض. يسمى اللي عندهم حساسيه تجاه البيض بهذه الكريمه يعني راح ياكلوا لكم سوا لي فوندو تارت تاعكم ولا هذه البسبوسه. دوك انا هنا نخليها بجنب، نجيبوا البسبوسه تاعنا نشربوها ثاني مع بعض باش نديكوريوها. هنا بعد ما طابت البسبوسه ديالي تحصلت على هذه النتيجه اللي متحقه قدامكم، دخلوا فيها كيغ دونك او هنا شويه تما طابت، حمطوها تحميره خفيفه من فوق فقط. احنا نجيب الشربات تاعنا اللي كنا طيبناها مع بعض ونبداو نسقيو بسم الله في البسبوسه تاعنا. احنا شربوها مليح باش تحصلوا على نتيجه مليحه. بسم الله، احنا حتى تشرب لنا كامل البسبوسه ديالنا. احنا بعد ما البسبوسه ديالنا ولا خبز تونس كيما حبيتوا تسموها تشربت الشربات كامل، هنا نجيب كريمة الليمون ديالي ونضيفها هنا من الفوق كطبقة أخيرة. بسم الله، شوفوا كريمة الليمون تاعنا يعني النتيجة اللي تحصلت عليها. دوكا هنا نسوي كامل السطح ديال البسبوسة تاعنا باش تجيني وتش واحد. بعد ما ضفت كريمة الليمون كطبقة أخيرة لهذه البسبوسة أو خبز التونس كل واحد كيفاش يحب يسميها، هنا نخلوها تبرد تماما، نخليها تبرد كامل، نزينها ونقطعها ونتلاقاو بحول الله تعالى في صحن التقديم. بعد ما زينت البسبوسة تاعي بهذه الطريقة وبردت لي تماما تحصلت على هذه النتيجة اللي هي متحقة قدامكم. بالنسبة للتزيين هنا كل واحد ومقدوره، أنا هنا شريت قيس 20000 بيستاش زينت لها الوجه تاعها. تقدروا تزينوها بشرائح ليمون ولا شرائح برتقال، هذا الشيء يرجع لكم. النتيجة اللي تحصلت عليها هذه هي، شوفوا مشربة حتى للقلب يعني ما شاء الله وتستاهل التجربة هذه، يعني خصوصا في شهر رمضان على بالي ما راحش تستغنوا عليها. نقول لكم مرحبا بكم في قناتي مطبخ وتدابير سارة بوزيان، تهلاو في روحتكم، سهرة ممتعة، سلام سلام.